أنا دائما أحكي للشباب إنه يكونوا مجتهدين، إنه ياخدوها هواية أوكي حلوة، ولكن المفروض يطوروها في أشياء كثيرة تخدم موهبتهم وتخدم مشوارهم. أشياء كثيرة هي بسيطة ياخذوها من المجتمع يثقفوا فيها، ثقافة، بعض الثقافة، بعض التعلم عن بالموسيقى حتى يعرفوا يتعرفوا على أدواتهم على المسرح، يتعلموا شوية الأنغام ويلتزموا في التمارين، ويلتزموا يبتعدوا عن الدخان وعن الأجواء السهر شوية هذه، لأن فعلا تأذي الصوت وتنهي صاحب الموهبة. أراضي خدودها تزعل شفايفها، رشحونا 3 أغاني اللي هي أراضي خدودها تزعل شفايفها، حغنيها أنا وحغني مع الشباب، راح أغني أغنية لا تتنهد، لا لا تتنهد، راح أغني أغنية الليل أحساسي غريب، الليل أحساسي غريب. حب متبادل أكيد، يعني أنا ما أنسى لما جيت بال92 وعملت أغاني رائعة في بيروت، عملت من أشهر الأغاني اللي الآن ما زلت أغنيها لحد اليوم، وحتى من ضمنها كثر الحديث. يا أحلى امرأتي لو صمتت قلبي يسمعها، في حب وفي تواصل وفي موسيقى حلوة إن شاء الله، وفي تشجيع كبير من عندهم واحترام يخليني محفز إلي أن فعلا أن ألجأ إلى الشعر وأعطيهم أشياء يستحقوها. وهل خلق الله أنا أحب المستمعين يتابعونا بشكل حلو، وأنا أحب حقيقة المستمعين أن يشجعون الشباب الموجودين، لأن تعرفي أي شاب يظهر على هذا المسرح لو تعرفي شنو عنده طموح بداخله وشو حلم بحياته، فخلينا ندعمهم وخلينا نتواصل معهم على الأقل، نعطيهم مد معنوي حتى يواصلهم بمشوارهم. كل العالم بتقولها كاظم الساهر.